صخور بازلتية نادرة، تشكلات صخرية فريدة من نوعها جات في واحد الركن في جانب واد بولحمايل ضواحي والماس. والناس ديال منطقة بولحمايل الله يعمرها دار، وكيمتازوا بحفاوة الاستقبال والقلب الطيب والروح المرحة، وكيعطيوك الوقت كذلك. في هذا الفلوغ غادي نعرفوا اولا هذه المناطق فين جاو، وشنو هما المؤهلات الطبيعيه ديالهم، وكيفاش نوصلوا ليهم، وفين نقدروا ندوزوا الليله ديالنا. السلام عليكم الاصدقاء ديالي، ومرحبا بكم في هذا الفلوغ اللي غادي نتعرفوا من خلاله على واحد المؤهلات الطبيعيه رائعه ديال منطقه بولحمايل، وحنا الان في اتجاه في هذه المنطقه الرائعه. من بعد ما تراسيت الطريق ديالي اللي غادي ندير وكيفاش غادي نوصل المنطقه ديال بولحمايل، فقررت انني نمشي ليها من مدينه الرباط، وحاولت انني نمشي اول حاجه نوصل هي مدينه الخميسات. فاش وصلت لمدينة الخميسات قطعت في واحد الطاكسي بتقريبا 8 ديال 40 درهم باش نوصل لمدينة والماس. والان انا في المنطقة ديال المعازيز، فمن مور المعازيز كاين واحد المنطقة اخرى كتسمى بتيداس. اذا فالتراجي اولا باش نوصلوا لهذوك المناطق خاصنا نوصلوا لمدينة الخميسات، ومن مدينة الخميسات غادي نمشيو لوالماس. يعني كيتوجب عليكم انكم في مدينة الخميسات تمشيو تقلبوا على ستاسيون ديال الطاكسيات اللي كيديو المناطق ديال المعازيز وتيداس والماس. اللي كيهمكم هو والماس، يعني غادي تخلصوا الثمن ديال 40 درهم وغادي توصلوا في المدة الزمنية ديال تقريبا من ساعة ونص حتى ساعة و 45 دقيقة. هاد المناطق كاملين امازيغية، والمعظم السكان ديالهم يعني كيهضروا بالأمازيغية، وفيهم من اللي كيهضر بالعربية، فخصوصا الجيل ديال هاد العصر فالأغلبية كيهضر باللغة العربية وبالدارجة، يعني ما عندهمش مشكل من هاد الناحية هذه. على العكس ديال الناس اللي كيكونوا في المناطق الأخرى اللي شفناهم في فيديوهات أخرى في يعني في الدواوير الأمازيغية اللي كتكون يعني في بعيدة شي شوية على المدن، فوالماس يعني ما عندهمش هاد المشكل، خصوصا الناس يعني كيمشيو الخميسات، والناس ديال الخميسات بدورهم كيمشيو للمدن العاصمه ديال الرباط يعني المدن الاخرى، المدن الكبيره ديال المغرب. فكيف ما كتشوفوا الان انا وصلت لمدينه والماس، وهذه هي مدينه والماس الدخله ديالها. فلاحظت بان يعني مدينه والماس هي صغيره، وفيها يعني في المحيط ديالها اماكن مخصصة للفلاحة بحال كما كتلاحظوا. ومشيت في واحد الفترة رائعة اللي كان فيها يعني فصل الربيع، وكتشوفوا المنظر زعما صراحة جد رائع، كتشوفوا الخضورة هنايا والجو حتى هو كامل مزيان. وداكشي علاش رتائيت انني فاش مشيت للوطيل حطيت الحوايج ديالي، وقررت انني نجي لهاد البلاصة هادي ونطلع ونتسارى مع راساتي وندير واحد الجولة صغيرة في الازقة والشوارع ديال والماس قبل ما نمشي ندخل الفندق. كان بامكاني انني نمشي مباشرة للصخور البازلتية، ولكن ما بغيتش لانني غادي يعني الوقت غادي يدركني تما، وما غاديش نتسارع على خاطري، وما غاديش نكتشف المكان، خصوصا انك في رحله استكشافيه لاول مره، ويعني دوك الاماكن جايين شي شويه بعاد على ما عارفش انايا بالضبط فين كاينين، وغادي نبقى غادي كنسول حتى نوصل ليهم. وكذلك هذه فرصه باش انني نتعرف اكثر على الشوارع ديال والماس باش الى جيت ليهم مره اخرى نكون عارف المنطقة مزيان. اذا فهذه هي المنطقة ديال والماس. كيف ما كتلاحظوا كاين واحد المقاهي تقليدية في هذا الفيلاج، وكاين كيتوسط المركز ديال والماس، هو داك المسجد راه هو في طور البناء.
اذا فالمرجو من الناس اللي غادي يجيو لهاد البلايص ديال يعني منطقه بوالحمايل والمنطقه ديال القبر يهود اللي غادي نوريها لكم حتى هي، وداك الكهف الطبيعي الكبير. حاولوا انكم ما تجيوش مباشره تمشيو لهاد الصخور البازلتيه، حاولوا انكم ديروا واحد الجوله في والماس وتتعرفوا عليها وتتعرفوا على السكان ديالها طبعا. وكنت مشيت لهاد الجرده الصغيره ولكن فيها واحد الهدوء رائع، ما فيهاش البشر بزاف، ما فيها لا صداع لا والو، قريبه لهاد البلديه. وفي الصباح غير فطرت مباشره ركبت واحد الطاكسي واتجهت المنطقه ديال بوالحمايل اللي هو بدوره حطني في هاد القنطره ديال بوالحمايل. وهاد الطريق اللي كتشوفوا اغوش فهادي كدي القبر يهود اللي فيها واحد الباصه فيها الماء اللي غادي نهضروا عليها من بعد، ولكن انا كيهمني المنطقه اللي كاينه على اليمين فاش كتكون غادي متجه لاغلموس، ف يعني انا كتهمني المنطقه اللي على اليمين وغادي نمشيو ليها. فها القنطره هي دي كما كتلاحظوا، في الجهه الاخرى هي فاش جيت من والماس، والجهه اللي من مور اللي من مورايا هي الجهه اللي كدي لاغلموس. فكنمشي مع الواد ديريكتومون، هاد البلاصه اللي كتبقاو غاديين مع الواد هي اللي غادي تدينا للصخور البازلتيه. اما الجهه الاخرى ديال الواد يعني من القنطره لهيه هذيك كنمشيو ليها القبر يهود، واحد المنطقه رائعه غادي نتعرفوا عليها عبر الصور. ولكن اللي كيهمنا اكثر في هذا الفيديو هو المنطقه ديال بوالحمايل اللي فيها صخور البازلتيه وكذلك الكهف. فدائما خصنا نتاملوا ونعرفوا الخلق الله سبحانه وتعالى في هاد يعني في هاد الطبيعه. فالطبيعه ارادت انها تقدم لنا هذا المكان المذهل بالقرب من والماس باش ما ننساوش هذه المنطقه ونعشوها كذلك بالزيارات ديالنا، ونقترحوا على الاصدقاء ديالنا هذا المكان خصوصا لعشاق الطبيعه والهدوء في الاماكن اللي ما فيهاش الضجيج. تما كاين واحد الكهف راه هو كيبان، وقيلا هي هذيك البلاصه. المهم غادي نمشي وغادي نسول لهذا السيد اللي كاين هنا عنده هذا الشيء الكوري ديال الغلم، غادي نسولو. السلام عليكم الاخوان، بخير لاباس كلشي مزيان؟ هاني يا عمر، ورا كنت غادي من القنطره ديال بوالحمايل وبغيت كنت جاي على الواد وانا لقيت المحل هذا هو، لقيت هذا السيد هذا الاسم السباعي محمد. السباعي محمد ها هو اللي جا لهاد البلاصه، راه غادي يدوز من هنايا غادي يلقى هذا المحل ديالو. ها هو السباعي محمد كساب، وكساب ها هو عنده الغنم ديالو هنايا، راهي ها الغنم راه الفوق الغنم. راه هو اللي وراني الطريق، راه هو الغار قال لي غادي نمشي نيجر على الواد، من الواد غنبقى طالع مع ديك ديك العقبه ديال هي حتى نوصل لديك الغار. الغار وغادي نوصل لديك الحجره فين كاين المسائل. هي المسائل القنطره هي هذيك اللي من لهيه. وهنا الواد 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 هانتوما، ومن هنا كتوصل راه الغار، راه هذاك هو الكهف، وهذيك الجهه وهذيك الجهه اللي من لهيه هي الحجره. الحجره ديال شيشاو ياك انت دابا من شيشاو؟ جدنا من شيشاو. ايوا شيشاو وحده مراك ما بين الصويره ومراك. ايوا ما بين الصويره ومراك. جدودنا خرجوا بكرين. الايام كيف الدنيا مهني انت اقسم بالله الا مهني بالله، حتى شي واحد ما كيديرونجيك، حتى شي واحد ما كيمر بك هنايا، صافي بوحدك الغليمات ديالك هما هنايا والجبال دايرين فيك. جفاف اللي جرى علينا هنايا، عندنا البلاد الاخرى فوق. كاين البلاد الفوق؟ كاين البلاد الفوق. تبارك الله بلاصه واعره. بلاصه لا غير العام جام الما كاين. الما كاين، ولكن في شهر سبعه. واش كاينه شي عوينه هنا؟ لا ما كاينينش العوينات. كاين العوينات ما كاينينش، كاين العوينات غير الواد. دابا انت كتشوف غير الواد هنا وصافي. غير الواد غير. هو غادي. كنبان ياك. ها كتبان مزيان. تبارك الله السي السباعي. تبارك الله عليك السي.
هو رزقنا ورانا كاع شحال من حاجه هنايا عطانا وقت مازال ان شاء الله غادي نرجعوا عنده هنايا ماشي مشكل هانيا مرحبا تحيات تبارك الله على خويا السبع انا غادي نمشي نشد الطريق سلام اخويا من بعد ما تفرقت مع السي السبعي دابا غادي نمشي لذاك الغار داك الكهف اللي كاين الفوق ديال بو الحمايل وفي ديك الجهه كما قلت لكم قبل تما كاين داك الصخور دونك باش نوريكم الطراجي من هنا اللي غادي يوصل للقنطره ديال بو الحمايل غادي يجي من هنا يمشي من الجهه ديال واد السواء ان يقطع من هذه الجهه او من ديك الجهه اللي مليه ولكن اكونديسيون انه من يوصل له كاين في ديك الجهه كاين الحجر انتما كتشوفوه هذيك الحجر ما تطلعوش منه غادي تبقاو غادي في هذا الطريق هذه حتى من مور ديك الحجر باش تطلعوا هذه الطلعه هذه الطلعه سهله وهذا الحجر اللي كتشوفوه هنا هذا هو داك الحجر اللي بحال منقوش وداكشي وهذا هو الكهف وكاين طريق وحده اخرى باش توصل لهاد البلاصه هي هنايا ما كنتش عارفها انايا وداك من الطاكسي هبطني في ديك الجهه حيت هو براسو ما عارفش انا كنعرف الروبير اللي كاين هو القنطره ديال بو الحمايل فهاد يمكن لكم تنزلوا من الفوق سولت دابا السي السباعي قال لي يمكن لك تنزل من الفوق علاش نزلتي حتى القنطره ديال بو الحمايل فاللي عندهم السياره اولا اللي جايين في الطاكسي ممكن انهم يوقفوا غير في هذه البلاصه هذه هي وكتهبط واحد المسافه قصيره وكتوصل هذا الشيء اللي كاين فوالا الاخوان ديالي فهنا لقيت الواد في هذه الجهه هذه عامر وهذيك هي البلاصه اللي غادي نمشي ليها ما يمكنش نمشي نتبع الطريق لان ديك البلاصه عامره بالماء وهنا بانت لي مازال القضيه خاويه شويه ما كاينش الواد هنا بزاف فغادي نقطع في هذه الجهه هذه هي ونمشي للجهه الاخرى باش نمشي نيشان مع الواد وتجيني طلعه في هذيك الجهه اللي من هنا ونطلع لديك المغاره وديك البلاصه فين كاين داك الحجر اذا كيف ما كتلاحظوا الاصدقاء ديالي انا قطعت الواد ومشيت لذاك الجانب اللي على اليمن وهاد البلاصه هذه هي الصخور البازلتيه راه كتبان لكم صغيره ولكن ملي غادي نوصلوا راه غادي تبان كبيره وهذا هو الكهف وفاش غادي نبغي نرجع راه غادي نرجع من هذيك الصخور من تما وغادي نطلع ما غاديش نرجع على الطريق ديالي اللي جيت منها كما كتشوفوا غادي ناخذ واحد الاستراحه هنا من بعد ما ضربت الطريق تقريبا في 40 دقيقه من ديك البلاصه اللي وريتكم
وهنا هنا كاين المغارة فوق في هذه الجهة هذه هي، وفي هذه الجهة كاين دوك الصخور. خاصني بمر ندير الطريق ديالي ما نعاودش نفس الخطا، وخاصني نطلع لفوق هذيك الجهة ديال الفوق كاين تما الطريق، وغادي ندير لوطو ستوب باش نمشي لأكرموس وخنيفرة في اتجاه ديال ايميل شيل ان شاء الله. فوالا اخوتي، انا وصلت للكهف ديال بول حمايل هو هذا، ولقيت بعض الاثار كاين الناس اللي كانوا هنا مخيمين، ويعني هو مكان زوين يعني التخييم، خصوصا انه عنده واحد الاطلاله رائعه، خصوصا فاش كتجي لهاد الحجره هذه هي وكتطلع من فوقها كيبان لك واحد المنظر بانورامي رائع صراحه. هذا هو الكهف اللي كنت كنهضر لكم عليه، انا وصلت له وهذا كاين فيه حتى شي واحد كيطلع على ديك الدار اللي كنت فيها لهي عند السي السباعي، ها هو لهي هادي عندو الغلم راه نزوميها. شتو هاديك هي الدار اللي كنت فيها تما، وبقيت جاي مع الواد 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 حتى وصلت لهنايا. دابا بديت بالكهف هو الاول عاد نمشي نشوف ديك الصخور، ما كاين اللي غادي يصورني هنا، اذا غادي ندير واحد الخطة الى صدقات ليا ما جبتش داك التريبود ديال باش نوقف هاد الكاميرا عليه، غادي ندير التليفون هنا الحجره هادي اللي غادي تعاوني نحطها هنا، نحط هذا هكا شوف ولا غادي يخدم. دابا مزيانه ونمشيو اخويا نصورو راسنا براسنا. ولكن انا الهدف ديالي ماشي هو انني نبقى في هذا الكهف، الهدف ديالي هو انني نستكشف اولا بعد هذه البلاصه باش مره اخرى ان شاء الله نقدر نجي نخيم فيها انا والاصدقاء ديالي. وغادي نشد الطريق يعني من غادي نسالي هذه الرحله الاستكشافيه يعني نشد الطريق الى مدينه الخنيفره باش غادي نقوم بواحد المغامرات اخرى ورحلات استكشافيه لواحد الجبال في المنطقه ديال ايميلشيل. ديك الكهف فاش تكونوا غادي لهاد الصخور غادي تلقاو هاد لي كولور هادو هما بالصفر، هذاك يعني ان الطريق هي هادي، نبقى غادي مع الطريق نيسان حتى نلقى هي رايح حتى هي، ولكن تمشي في الطريق المزيان وصافي. فوالا انا قربت لديك البلاصه هادي هي،
ديالهم دابا الحلو فين كيكون؟ اي بلاصه هذا هما كيراهم للدوم هذا ولكن كيدخلوا للدوم تيعتوش بلاصه كيراهم البشر بزاف كيبعدوا على البلاصه اللي فيها الصباع دابا ديك الجبله هذوك الرز الشباك ما كيدوزوش لا هذوك الرز الشباك الكبار الريوس اللي الفوق تما كيدوزش بنادم ما كيساحش هنا ما كيطلع لهم بزاف دابا انا الحلو فين يعيش في هذه البلاصه كيعيش انا ياك هو دو اثار ديالو هذا ولا لقيتيش الفيلم كنلقى الحفير ها ياكل الضبان ياكل واه واه هو داك سميتو داك النمل كينفحو غير بعين ما كينفحو غير عفوا غير بالنيفو كيطلعو كيدخلو حيت عنده داك الج حيت ما صغير النملة صغيرة على مباشرة ما عندش كيفاش ياكل ما عندش كيفاش كينفحو غير بالنيفو مسخوع عاود كيحفر كياكل داك هذا واحد اللعيبه من تحت منو كتكون فيه لتحت هذه اللعيبه هذه كتكون من لتحت واحد النواره تياكلها النواره ديال هذاك الشجر ديالو تيحماق عليهم هذاك الشيء علاش كيحفر هو صخور ديك خايف انت دابا الطريق باش تطلع من هنا غير من هنا تلقى واحد الصديق في الموطا بقى غادي ديرك تكاع حتى توصل تخرج فيها تخرج لواحد البيستال هاد بيستال صافي الله يرحم الوالدين الله يحفظهم كيف ما كان متوقع هذه هي الطريق ها هي كنا تلاقيت واحد السيد دابا تما كيسرح وصادفنا يعني الحلوف صادفنا تما كاين واحد جوج ديال الحلالف كانوا دايزين كيجريو وشفناهم وبديت كنسولو على هاد البلاصه واش كيعيشوا فيها داكشي قال لي فيما لقيتي شي بلاصه محفوره راه تما كيكون الحلوف المهم اللي جا لهنا راه ما يخاف لا من الحلوف لا والو راه اصلا الحلوف كيشوف بنادم كيهرب يعني ما تخافوا من والو وكما كان متوقع هذه هي الطريق كنت غادي نبقى تابعها غادي نخرج للبيست وهذه هي اقرب طريق للبيست هذه دابا كنت عارف الطريق هذه غادي ننزل من الطوموبيل من الطاكسي قبل ما نوصل للقنطره ديال بول حمايل ولكن ما كنتش عارفها وصلت للقنطره ديال بول حمايل وجيت مع الواد ماشي مشكل حتى هي راك اكتشفتها ومهم انا غادي نبقى تابع هذه الطريق هذه تنخرج في الشانطي اللي غادي تما غادي ندير اوتوستوب ولا لي جا طاكسي كار باش نوصل لاكلموس لاكلموس نكمل الخنيفره في اتجاه ايميل شيلي ان شاء الله تحية فوالا هامي كنت هافين الطريق اللي جيت منها من هنا وديك ديك الصخور راه كاين غير في هاد مور هاد الهبطه هادي بقيت جاي من هنا طلعت هاد الطلعه هنا كيبقاو لك هاد الحجر داير بحال هكا واعقلوا عليه صافي غادي نبقى طالع معاه و انا راه اول مره راه كنمشي غير بالاشارات ديال الناس هنا وصافي وغادي ان شاء الله نشوفو الفوق عاوتاني غادي نشوف الفوق نشوف هنا شنو كاين الكاميرا شفتوه راه هو غادي اذا هاد الطريق وصلت ليها دابا اللي عنده الطوموبيل ولا اللي غيعرف مثلا في هاد الفيديو غادي يشوف الطريق بلا ما يهبط حتى القنطرة راه القنطرة كاينة لتحت بلا ما يهبط للقنطرة غيمشي لهاد البلاصة هادي انا نقول لك فين غادي تنزل بالضبط غتنزل في هاد الشانطي هذا تنوصل ليه ونصور لك تما شي روبير انفو غادي تهبط هنا في هاد الهبطة غادي تلقى واحد بحال الطريق هي ماشي شي طريق وانما غادي تلقى لي تراس باينين يعني الممر اللي مين كيدوزو منو الناس السراح ومين كيدوزو دوك المعيز وداك الشيء غادي تلقاهم هنا الماشيه
وغادي تبقى غادي على اليسار حتى تلقى هذوك الاعمده الاولين وحداهم كاينين دوك الاعمده اللي كاين في الصخور دوك الصخور غتلقاوهم الوسط وفي هذه الجهه كاين ديك المغاره اما راه في الجهه كاين غير الواد ولهيه كاين القنطره ديال بول حمايل ولكن نتوما غادي تنزلوا في هذه البلاصه هذه تنوصل تما ونصور عاوتاني فانتوما مره اخرى هنا حدا الكاميو غادي تنزلوا في هذه البلاصه هذه راه كاين واحد البيت تما خذوها بحال روبير الا كنتو جايين من الجهه ديال والماس بحال دابا داك الكاميو راه كان جاي من الجهه ديال والماس وهذيك الجهه اللي من لهيه هي الجهه ديال اكرموس المهم حاولوا انكم اقرب طريق هي هذه غادي تنزل حدا ديك البيت راه هو ومن تنزل غادي تبقى تشوف في هذه الجهه هذه خاص يبانوا لك هاد جوج جبال هادو ها هما راه دايرين على شكل جمل ولا ما عرفت داك الشيء المهم فاش غادي تبقاو تشوفوا هذه كتبقاو جايين مع هاد الطريق هذه انا وصفها لكم عاوتاني ازيرو ها هي هذاك البيت داك البيت وغادي تبقاو جايين مع البيت هنايا تبقاو جايين مع فهاد الجهه فهاد الجهه فهاد الجهه فهاد الخندق هذا ها هو غطلع لهنا الا وصلتي لهنا عطي راسك لدوك جوج جبال راهم حتى تفوت هاد اللعيبه هاد شنو كيتسمى هذا هاد التل غادي تفوتوه في الجهه الاخرى فاش تهبطوا اي هبطه هبطتوا معاها غادي تلقاو واحد الطريق متراسي وغادي تعوجوا على اليسار تعوجوا على اليسار تشوفوا الجهه اليسار تلقاو ديك الاعمده الاولى الاعمده الثانيين وغادي تلقاو حتى الكهف اللي باغي يمشي ليه راه حداهم راه متقاربين ما بعدش بزاف وتولي عاوتاني ترجع من السيركوي ديالك وتجي عاوتاني تهبط في هذا الخندق انا غادي نهبط معاه دابا وغنمشي حتى لديك الجهه فين كاين الغنم هاهي وحتى لديك الدار وغادي نوقف تما ندير اوتو ستوب الا ما لقيتش راه كاين واحد الكار كيجي كيدوز للخنيفر غادي نركب فيه مع الخمسه المهم هادشي اللي كاين حاولوا حيت كاين اللي غادي يجي في الصيف ولا شي حاجه ما غاديش يلقى الدنيا خضراء بحال هكا حاولوا تعقلوا على داك البيت راه هو وسول ليه مول الطاكسي يقول ليه حطني يعني قبل القنطره ديال بول حمايل قبل القنطره ماشي القنطره ديال بول حمايل هذيك راه القنطره الا بغيتي تدوز معاه الجهه ديال الواد اللي من لهيه كتجي معاه الواد راه الطريق بعيده شويه وقاصحه شويه هادشي اللي كاين فوالا المهم انا غادي نبقى غادي في هاد الطريق هادي هي باش نمشي بحال هادي اللي غادي ينزل راه غادي يدير لو كونترير ديالي غادي يجي من لهيه ويجي ويكمل على الله هاد الطريق ديال والماس وهادي الطريق ديال اما داك البيت اللي قلت لكم غادي تنزل حداه راه هاهو فاش كتكون زي والماس من والماس غادي للجهه ديال اكلموس كيبقى على يد اليمين هو هذا المهم اخوان قبل ما يتسال هذا الفيديو بغيت نقول لكم معلومه من القنطره ديال بول حمايل حتى لدوك الصخور تقريبا شي 40 دقيقه على الرجل وإلا هبطتوا من هاد الطريق هذه المختصرة تقريبا واحد ربع ساعة كتوصلوا ليها يعني بالزربة إلا هبطتوا ليها من الفوق فوالا الأصدقاء ديالي فأنا ركبت في واحد الطاكسي وخلصت 20 درهم باش نكمل الأكلموس وهاد البلاصة هاد القنطرة هي قنطرة بول حمايل هذه اللي نزلت ليها في الأول ديال الفيديو وصافي نفتها ومن موراها كتبقى غادي في واحد الطريق عرفتي ملوية بزاف وفيها واحد لي فيراج صغار بنادم الا كان غادي صايق يرد البال خصوصا الا ما كانش ولد المنطقة راه غادي تصيد تما في دوك الدورات الا ما حطيتيش راسك وهنا هادي هي اكلموس انا وصلت ليها وهنا غادي يسالي الفيديو ونصيحة اخرى هي ان الانسان الا بغى يخيم تما يخيم في ديك قبر يهود راها زوينة تما ولا ما بغاش الا بغى يمشي يعني كيفضل انه يمشي للوطيل يعني يرجع للوالماس راه كاين فيها يعني فنادق تما في المستوى من 50 درهم حتى 100 درهم فنادق عاديه او لا يتوجه في الجهه ديال الخنيفره او لهاد الاقل المستيره فيها الفنادق الاصدقاء ديالي ما تنساوش انكم ديروا تصويرات زوينين تبقى تذكاريه وحاولوا انكم تجيو مع شي صديق لي ياخذ تصاورات معكم ماشي بحالي انا جيت بوحدي بقيت كناخذ غير لي سيلفي بحال هكا ما كتكونش ديك الكاليتي اولا لقيت شي واحد بحال هذاك الصديق اللي تلاقيتو في الاخر هو اللي صورني التصاور هادو تحياتي لكم كاملين وشكرا على المتابعه ديالكم حتى لاخر الفيديو كنحيي اي واحد وصل لهاد المرحله من الفيديو وتبارك الله عليكم وسمحوا لي على الاطاله ولكن راه فيديو يستاهل تحياتي مع السلامه